تابعين حلقتنا بام تي في الايف مع التينار امين هاشم ونهارنا موسيقي اكيد بامتياز. بونجور امين. بونجور. اهلا وسهلا فيك بلبنان. الحمد لله على السلامه. انت وصلت؟ صار لي يومين هون. كنت بالاردن عندي كونسير. نعم. وحبيت جيت سلم مع اهلي، صار لي فتره مش شايفهم، قلت بزمت شوي و اهلا وسهلا فيك. لك فتره مش شايفهم لانه حضرتك مستقر حاليا بالولايات المتحده. صح. وين عم بيكون شغلك بشكل عام؟ اكيد كنت تتنقل بين اوروبا والولايات المتحده لمتابعه دراساتك بالموسيقى يلي هي شغفك. مزبوط. خلينا نخبر هيك شوي كيف بلشت هالموهبه تتبلور. بلشت عن عمر 5 سنين. مزبوط. معلوماتي مزبوط؟ مزبوطه معلوماتك. بلشت عمر 5 سنين ادرس بيانو. الوالد هو اللي دفعنا لهالشي، بلش شوي علمنا، بعدين فتنا كونسرفاتوار انا وخيي، كنا اصغر تلاميذ على عمر 7 سنين تقريبا. كنتوا بلبنان بوقتها؟ بلبنان. نعم. يعني ربينا بلبنان والوالد كان هو عايش كثير فتره من حياته بامريكا، سو كان ياخذنا كثير على امريكا، والادكيشن تبعنا كانت كثير ويسترن westernized. So basically ربينا هون، بس بذات الوقت غربية كانت. غربية أكثر ما شرقية. إذا بدنا نحكي عن تعليم أو تعلم الموسيقى بين لبنان والولايات المتحدة، وأنتم كنتوا بالكونسرفاتوار الوطني اللبناني يلي هو من أهم الكونسرفاتوار. مزبوط. يلي موجودين كمان بالعالم، بالعالم العربي كمان، بتحس بفرق كبير؟ شو يلي بيفرق؟ هل توجيه الطلاب لاختصاصاتهم ممكن يكون أفضل بالخارج؟ بطبيعة الحال نحن يعني بهالمواضيع بعدنا بلد جديد على الموسيقى الكلاسيك، يعني نحن عم ندرس موسيقى غربية، so automatically هن المنبع، بنروح على النبع وبنعمل نحن مثلهم وبنشوف شو بيناسب الدول العربية، وبصير شوي شوي نقدم لهم اللي بقدم لهم اللي لازم إذا في يقول. نعم. وبعدين يعني على طول واحد ليتطور بده يطلع لبرا، وبيرجع بيجي على بلده بيقدم شو هو تعلم كرمال يغني. بتصير هيدي بكل البلدان. يعني تخصصت بالموسيقى؟ صح. من المدرسة كملت؟ من المدرسة، بس بذات الوقت كنت أنا غني، كنت أدرس غنى وأدرس بيانو، وبذات الوقت غني بالليل وقت كنت بعدني بلبنان، غني بالكلابز والبرايفت ايفنتس، وكنت سافر نط على ألمانيا وإيطاليا وأرجع أجي على لبنان، وكمان كنت أدرس بالأنديو انترناشونال بزنس مانجمنت وإيكونومكس، سو كان كمان على بالي أكون أكاديميك بذات الوقت، بس وقت الخيار، وقت واحد يوصل على محل كروس رودز بحياته بده ينقي، واكيد كان خياري obvious. يعني هي الهوايه كمان صارت تبلورت لحتى تصير. مزبوط. اختصاص. صح. ايضا وثبتها هيك. مزبوط. اذا فينا نقول اكيد اختصاصات الباقيه كلها بتدعم. يعني وهو بيصير نوع. مزبوط. من اداره عملك كمان. صح. يمكن. صح. يعني بحب على طول البيرسبكتيف يكون شامل. مشان هيك عملت كل هالقصص مع بعضها، وبالنتيجه لو خيار، يعني اللي بيعرفني من انا صغير لو اخترت شيء ثاني كان شيء غريب يعني. غنيت بأشهر المسارح بالعالم وتحديدا برودواي. كيف كانت هيك تجربة ببرودواي؟ كانت تجربة فظيعة صراحة. عملت ماي اون شو اسمه From the Mediterranean to the Americas، يعني من المتوسط للأمريكاز، قارة أمريكا كلها، وهو بيشمل أمريكاز. ايه. مع اس. صح. مع ام اس. صح. so بيشمل حياتي أنا، حياتي الشخصية، كيف ربيت وكيف تعرضت لكل أنواع الموسيقى، من الكلاسيك للبوبولار، إذا بدك من باخ لألفيس بريسلي، سو وحتى والأوبرا وكل هالقصص كلهم موجودين بهالشيء وموصولين ببعضهم بقصة. أنت اللي كتبت وحضرت كل السبكتاك. صح. قد إيه سهل إنه ندخل على برودواي؟ ما في شيء سهل، وهيدي اللذة. اللذة هي الكومبيتيشن، اللذة إنه واحد يعرف حاله بس عم بينام، في حدا غيره كمان عم يعني بنيويورك. الواحد ما بيعيش على الكومبيتيشن، بس عارف حالك انه انت نايمه في حدا غيرك عم يشتغل كمان بده يكون احسن منك. فما بتقعد تنام. ما بتقعد تنام. مشان هيك ما بتنام المدينه. حضرت لنا فيديوز، رح نشوف كمان الميوزك فيديو الجديد لإلك، بس كمان حضرت لنا فيديوز من كونسرتس. قمت فيهم وين؟ باي بلدان؟ هذا الكونسير كنت حابب، جيت انا على فيفريين، عزمت من قبل الدكتور وليد مسلم والاوركسترا الفيلهارمونيك. تحيه كبيره لإله، صديق عزيز جدا. نعم. عملنا كونسير لـ 22 فبراير بلبنان، كتير انبسطت، كانت لقلي مثل كامباك على لبنان، مشان هيك حابب هيك فرجة لو قطش صغيرة عنا.
مصورة هي ب ب بتليفون بايفون اي ثينك سو بس هيك عبالي كان فاجي شيء صغير منها. خلينا نشوف لكن مشهد من الحفلة اللي صارت بلبنان. لا الميوزك فيديو بدنا نشوفه بعد شوي، خلينا نحضر الحفل تبع الكونسرت لحتى نرجع هيك نشوف شوي الجو العام، كيف كان الجو بلبنان، كيف تفاعل الناس مع الأوبرا. فظيعين فظيعين فظيعين، يعني وقت جيت لهون ما كنت عارف شو معقول توقع. نعم. بس انبسطت فيهم قد الدنيا وفي شيء هلا عم ينطبخ لشيء كبير كمان. خلينا نشوف مشهد. اكيد بنذكر انه هون لو ريز مش فيديو بروفيشنال، يعني الصوت هو بعد اقوى بكثير واحلى بكثير. شو عم بتحضروا قلت لي؟ في شيء عم ينطبخ سيربريز، رح تكوني اول وحده بتعرفي انت. للبنان؟ للبنان مع الكونسرفاتوار والاستاذ وليد مسلم. بخبرك تفاصيل وقتها ما في هلا يعني. نحن قدرنا نستنتج لانه العمل معه. على كل حال خلينا نوصل لليوم. ميوزك فيديو حضرته بعنوان أبلاتي. أبلاتي صح. أبلاتي تفضل نخبرك. فسر لنا شوي. أبلاتي هي فكر بالدلعونة بلبنان اللي هو شيء كلتشرال متنقل عبر الاجيال من مئات السنين. أبلاتي معناتها بسيسيليان دايلكت، يعني بال كيف نقول دايلكت بال يعني باللكنة الإيطالية السيسيلية 100%. وهي كمان يعني مؤلفه من مش معروف اي متى بالضبط الفوها لهالغنيه. تراث 100%. وانا بغنيها هيدا من زمان من انا وصغير، بس حبيت طور شوي فيها لانه كل فتره كل اعتبري عشرات السنين بيجددوا على طول بالتراث تبعهم. وسيسيلي بالنسبه لي كلنا منحبها بلبنان، وبنعرف شو هي سيسيلي انه كانت مستعمرة من الفينيقيين من 2000 سنة. منشان هيك بتشبه لبنان. بتشبه كتير لبنان، وكمان النورث افريكانز اللي هن المغرب العربي كله كمان اثر فيها كتير، اثروا فيها الرومان، اثر يعني في حضارات كتير. سيسيلي هي عبارة عن ملتينج بوت، كل شيء في حضارات. سو اوتوماتيكلي انا بالنسبه لي بس اسمع هالنوع الموسيقى بحب فوت فيها عده جانر. سو فوت فيها الموسيقى الميدل ايسترن الشرقيه، فوت فيها الطبله، فوت فيها الناي. هلا بنسمعها على منشوف. طريقه الاوبرا او هي بالاساس هي 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 كثير ستريت، يعني كثير شارعيه من الشارع، غنية شوارع. فوت فيها غنيت فيها بصوتي، ما يعني في شيء فيها اوبرالي، بس بذات الوقت هي ستريت ستايل. وصورناها ميوزك فيديو خي، يعني كانت ليبر اوف لاف بيني وبين خيي، وبذات الوقت حبينا نشارك الوالد معنا بالميوزك فيديو. هلا بتشوفوه على الاكورديون. والدك عم يعزف على الاكورديون. هو عازف اكورديون بالاساس. هو عازف اكورديون اماتور مش بروفيشنال. هو اللي اساس اللي علمنا الموسيقى يعني. بس حبينا هيك نكون، بس انا خليني اقول انه تصورت بمناطق بتشبه جزيره صقليا يلي هن جبال الباترون، بعلبك والجميزه بيروت. يعني كان جينا بما صورنا ونزلناها هلا. ما في خبرك قد ايه كنا مبسوطين بلبنان القديم بالعالم. الهدف من الفيديو هو كان نصور ريل بيبل، يعني مين ما نشوف، تصور على طريقه دوكيومنتير، مين ما نشوف على الطريق نقول له يغني معنا. هلا هي على صوتي، they're lip syncing على صوتي، بس كلهم تحمسوا وانبسطوا. والهدف هو نفرجي شو هي الصوره لبنان اللي هي انترناشونال مالتي ناشونال،
الكولتور الميديترينيان اللي هو جامع لكل هالحضارات اللي قريبه من بعضها وبعيده من بعضها بذات الوقت. نعم. يعني عم شوف شو اللي بيقربنا من بعض مش شو اللي بيخلينا نبتعد عن بعضنا. وفعلا هيك يعني كل الناس اللي بيسافروا على المناطق البحر المتوسط بيلاحظوا شبهها كتير كبير، يعني منقول انه كأنه بعدنا موجودين بلبنان، ان كان من ناحية الحضارة، المكان، وطريقة التعامل الناس. صح. مع بعضهم، هالاستقبال، هالبسمة، هالفرحة. مزبوط. يلي رح نشوفهم بهالكليب، خلينا مزبوط. نشوف مشهد منه. Ready Amin? Ready. Sina ballati buono, non vi canti, non vi sono. Abbalati, abbalati, femmini schette maritati. Sina ballati buono, non vi canti, non vi sono. Su, 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 quanti femmini cacci su. Cinni quattro scavazzati, ni facemo che badati. Cinni quattro magadetti, ni facemo che bisetti. Sono abbalati, abbalati, uomini schette e maritati. E si abbalati, buono, non vi canti, non vi sono. Su, 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 quanti uomini cacci su. Cinni quattro scavazzati, ni facemo che patati. Cinni quattro macadetti, ni facemo che bisetti. نقطش الكليب قد ما حلو. تحية لخيك أندرو هاشم، شغل بجنن يعني. الوالد جان الله يخلي لكم إياه. وين فادية؟ فادية ولدتك؟ فادية وقتها كنا عم نصور، ما زالت منكم؟ وقتها كنا عم نصور قلنا خلص صوروا انبسطوا، بس طلع الفيديو قلت لها ليه ما قلتوا لي بدي صور معكم؟ ما حق. أنا بضم صوتي لصوتها، ومرت جاية بدي تقول أنت بطلت الكليب الجديد. هي الراعية، هي الراعية. لما بتطلع بصوتك بنطلع على الأرز. صح. معك قد إيه حلو هالمشهد ومعبر. الأرز أنا كل ما أطلع غبت، كل ما أجي على لبنان قد ما في بجرب أقدر أطلع على الأرز، بس أطلع غبت الأرز على طول بطلع بعد الظهر. وبحب الزلم اللي قاعد فوق، هو بيعتبر حاله حارس الأرز، اسمه جاني. بطلع لفوق بصلي، ما بيكون في ولا حدا، بطلع بعد الظهر على السانست. نعم. اجمل شيء عندي بالعالم. نعم امين. وهل انترفيو كمان من اجمل شيء كانت عنا. نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق. وين موجود الكليب؟ صار نزل على يوتيوب وعلى موجود على الفيسبوك، على اليوتيوب، على كل السوشيال ميديا بلاتفورمز، انستغرام، كل هالقصص. وبنتمنى لك توفيق. وثاني مشروع نحن بدنا نكون اول العارفين فيه. اكيد بتمنى. اكيد. اهلا وسهلا فيك التنار امين هاشم، شكرا لوجودك معنا. ميرسي لك. رح ناخذ بريك ومنتابع. خليكم أبلادي أبلادي مو منيسكي.